وبركاته، طلاب مادة أمن الحاسوب الكمبيوتر سيكيورتي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل حديثنا عن تشابتر 2 اللي هو بيحكي عن الكريبتوغرافيك تولز. المحاضرة الماضية أخذنا بريف انترودكشن على موضوع البابليك كي كريبتوغرافي، وحكينا عن كيف ممكن نعمل انكريبشن باستخدام البابليك كيز حتى نحصل ديفرنت سيرفيسز. هاي السيرفيسز اللي احنا بندور عليها اللي هي بالاساس مثلا كونفيدنشاليتي. الكونفيدنشاليتي حكينا انه عشان نحصل كونفيدنشاليتي عادة منشفر الداتا باستخدام البابليك كي اوف ذا ريسيفر. بابليك كي اوف ذا ريسيفر، لاحظوا انه البابليك كي لا أليس اللي هي الريسيفر هي اللي منشفر فيها عشان نحصل confidentiality. الداتا لما توصل عند أليس، أليس هي الوحيدة القادرة على فك التشفير لأنه معها the private key of Alice، ف it will be decrypted using the private key of Alice. وحكينا أن هاي الداتا confidential لكن ما في جارانتي عليها إنها تكون authentic، يعني أنا فعليا جاي من باب ما في جارانتي، لانه اي حدا معاه البابليك كي وهو الشيء الطبيعي، وهذا هو الشيء الطبيعي انه يكون لكل الناس معاهم البابليك كي لأليس، فبالتالي اي حدا بيقدر يشفر باستخدام البابليك كي لأليس. وحكينا انه عشان نحصل اوثنتيكيشن، عفوا اوثنتيكيشن، ايش يعني اوثنتيكيشن بالنسبه لأليس؟ أليس از ذا ريسيفر، أليس از ذا ريسيفر، أليس بدها تستقبل الداتا من باب. أليس مش مهتمه بسرية الداتا لكنها مهتمة بأنها تكون الداتا فعليا authentic وجاي من عند باب. عشان هيك باب لازم فعليا يثبت أنه الداتا جاي من عنده، فعشان هيك باب رح يشفر في الـ private key of باب، private key of the sender، private key of the sender. إذا شفرنا باستخدام the private key of the sender هذا يعني أنه أليس رح تفك التشفير باستخدام the public key of باب. طبعا مين معاه البابليك كي اوف باب؟ الكل. اذا كل الناس بيقدروا يفكوا التشفير المسج اللي جاي من باب. اذا هيك بنكون حصلنا فعليا كمان اوثنتيكيشن. طبعا ما في كونفيدنشاليتي هون بهاي الحاله، ليش؟ لانه اي حدا بيقدر يفك التشفير، ويعني حكينا احنا المحاضره الماضيه وهذا الشيء ممكن نناقشه اثناء الدسكشن، محاضره الدسكشن، كيف ممكن احصل كونفيدنشاليتي و authentication at the same time, confidentiality and authentication at the same time. فكروا فيها وإن شاء الله منناقشها في محاضرة الديسكشن القادمة. طيب، في خدمات كثير ممكن نحصلها من خلال الالجوريثمز المختلفة المتعلقة بالpublic key cryptography زي RSA. RSA طبعا هي الحروف الأولى من أسماء العلماء الذين يعني وضعوا هذا الالجوريثم، ريفست، شامير اند ادلمان. دي في هيلمان كمان اسماء العلماء، ودي في هيلمان بنعرف احنا هو اول بابليك كي كريبتوغرافيك سيستم، دي اس اس واليبتيك كيرف. طيب، اذا هاي كلها الجوريثمز مختلفه. احنا راح نحكي ان شاء الله في مادتنا بشكل مفصل عن الار اس اي والدي في هيلمان في المحاضرات القادمه في تشابتر 21. طيب، الخدمات اللي ممكن نحصلها هي الديجيتال سيجنتشر. شو يعني الديجيتال سيجنتشر؟ راح نحكي عنه كمان شوي، لكن هو فعليا جماعه هو التشفير باستخدام ذا برايفت كي. ديجيتال سيجنتشر من اسمه سيجنتشر، والسيجنتشر يستخدم فور الاوثنتيكيشن. اذا زي ما عملنا هون بالسلايد هاي، احنا شفرنا هون باستخدام ذا برايفت كي. طبعا احنا مش بالضروره نشفر المسج كامله، ممكن نشفر ذا هاش اوف ذا مسج. شو يعني ذا هاش اوف ذا مسج؟ لسه ما حكينا عنه، راح نحكي عنه هسه كمان شوي. يعني هو عباره عن function أصغر ممكن يكون من المسج، يعني ناتجة من عمل processing معين على المسج، فبنتج عندي الهاش value of this message. رح نحكي عنها إن شاء الله يعني كمان شوي. طيب، إذا هذا بالنسبة للديجيتال سيجنتشر. إذا من خلال الـ RSA والـ DSS والـ elliptic curve إحنا ممكن نحصل فعلياً ديجيتال سيجنتشر، لأنه في عنا private key و public key. الـ Diffie Hellman ما بتعطينا هذا الموضوع. الـ Diffie Hellman حقيقةً بتساعدنا على distributing الـ symmetric keys، والـ RSA طبعاً هو elliptic curve، DSS لا. encryption of الـ secret keys
زي ما انتم شايفين الـ RSA والـ Elliptic Curve بيساعدونا على هذا الموضوع. طيب الـ Key الـ Symmetric Key Distribution طبعا يعني تذكروا احنا حكينا انه لما يكون في عندي طرفين A و B بدهم يتواصلوا مع بعض حكينا الـ Requirements انه يكون في بينهم Shared Encryption Algorithm والـ Requirement الأخرى كمان انه يكون بينهم Shared Key Symmetric Key. فالآن الفكرة كيف ممكن أنا أعمل Generation لهاي الـ Secret Key لهذا الـ Secret Key من خلال Algorithm جديد. إذا أنا بحاجة الآن لـ Algorithm جديد اوكي حتى اقدر اعمل شيرنج حتى الـ A يعمل جنريشن لهذا السيمتري كي somehow يعمل له جنريشن و B كمان يعمل جنريشن لهذا السيمتري كي ويكونوا فعليا هذول التو كيز متطابقات حتى يقدروا انهم يشفروا من خلالهم. مش بس هيك انا بدي اضمن انه A و B هم الوحيدين القادرين على يعني to generate this symmetric key هم الوحيدين القادرين على ذلك. فالـ RSA ودي فيهم ما ممكن هم يساعدوني فعليا على عمل هذا الموضوع. طيب الـ encryption of secret keys طريقة أخرى كمان عشان نعمل distribution للـ secret key اللي هو symmetric أوكي. ممكن أنه نشفر الـ symmetric key باستخدام الـ RSA أو مثلا الـ elliptic. طيب واحد ممكن يجي يحكي لي طب انت اصلا ليش تشفر السيمتريك كيز سيكريت كيز هاي ليش تشفرها ليش ما تستخدم الار اس اي او الاليبتيك كيرف عشان تبعث الداتا. يعني انت قاعد تشفر الكي عشان تبعثه بين اي وبي اوكي عشان تعمل اكسشينج لسيكريت داتا. طيب ليش ما تعمل اكسشينج للسيكريت داتا باستخدام الار اس اي او الاليبتيك كيرف؟ اعيد السيناريو في عندي طرفين اي وبي they have to exchange secret data. في عندهم ملفات بصير بينهم بدهم يبعثوها. الآن قرروا انهم يستخدموا symmetric encryption اللي حكينا عنه في البداية مش الـ asymmetric. يعني الـ RSA يعتبر asymmetric public key system okay. asymmetric غير متماثل في عندنا public و private key. الآن هم A و B ما بدهم يستخدموا الـ asymmetric اللي هو الـ RSA بدهم يستخدموا بروتوكول زي الـ AES أو الـ DES اللي هو symmetric متماثل okay. طيب كيف بدهم يعملوا sharing للكي؟ واحدة من الطرق انهم يعملوا يستخدموا بروتوكول معين to generate الكيز generation. هاي لاحظوا انهم هم بيعملوا creation للكي كل واحد على جهته بضمنوا somehow انه فعليا they generate the same key the same key فعليا بصير generation لا the same key. هاي واحد من الطرق اللي هذا العمود الثاني. العمود الثالث بحكي لك لا انه الان احنا لا بدنا نستخدم الـ RSA اوكي لانه اصلا حكينا انه عندنا public key و private key ما هي اصلا already distributed publicly public key و private key عشان A و B يعملوا sharing لل secret key هذا اللي هو symmetric اوكي. فمنروح احنا باستخدام الـ confidentiality مثلا اللي هو هون شفناها منشفر الـ symmetric key ونبعثه مثلا لأليس. والآن أليس وباب أكيد بيعرف السيكريت كي. يعني مثلا أليس باب بيعمل جنريشن لهذا السيكريت كي اللي هو سيمتريك بيشفره باستخدام البابليك كي لأليس بيبعثه هو confidential. أليس هي الوحيدة القادرة على فك التشفير لأنه عندها البرايفت كي بتفك التشفير وبصير عندها هذا السيمتريك كي اوكي بصير شهر بين باب وأليس. فالآن باب وأليس بيقدروا يبعثوا الداتا اللي هو الفايل حكينا بيقدروا يبعثوه encrypted باستخدام encryption protocol زي DES أو AES اللي هو symmetric okay. طيب السؤال مطرح نفسه الآن هذا هو السيناريو الموجود صار مطرح نفسه. طيب ليش من الأساس ما يستخدموا Alice and Bob ليش ما يستخدموا الـ RSA أو الـ elliptic curve to exchange the data من الأساس okay. الجواب على هذا السؤال يا جماعة إنه الـ RSA والـ elliptic curve كـ symmetric encryption algorithms هم computationally heavy computationally heavy. فإحنا ما عادة نستخدمهم عشان لا يتم استخدامهم لإرسال واستقبال داتا بكميات كبيرة أوكي. عشان هيك إحنا نستخدم إشي أسرع اللي هو السيمتريك. كمان الكي سايز في الـ RSA وفي الـ elliptic curve في هاي الـ encryption algorithms السايز تبع الكي بيكون عدد كثير كبير يعني بيكون 1024 2048 بت وهو يعني not easy to handle. بينما في الـ DES
السايز تبع الكيز راح يكون مثلا شفنا احنا كيف 56 بت في الدي اس، في الاي اي اس 256 او 192 وهلم جرا. يعني الكي سايزز اقل شوي، ف it can be easily handled. خلينا نشوف بس نتاكد من ال RSA. نعم 128 عفوا ال AES 120 192 او 256 256 نعم. طيب نشوف بعض الـ requirements المطلوبة for الـ public key crypto systems. يعني شو هي الـ requirements اللي لازم تكون موجودة حتى فعليا نقدر نستخدم احنا الـ public key systems زي الـ RSA. الـ requirement الأولى بحكي لك computationally easy to create the key pairs. إذا لازم يكون في عندي طريقة معينة عشان أقدر أعمل generation للـ pairs. شو يعني الـ pair؟ اللي هو الـ private والـ public key لكل user، لليوزر الواحد. أنا هون قاعد بحكي عن user واحد، كل user له public key و private كي. كل يوزر لازم يكون عملية الجنريشن هذول التو كيز، يعني راح نعملهم جنريشن ثرو اي ماثيماتيكال اوبريشن، يعني لانهم كونكتد هم somehow، بشفر بواحد بفك التشفير في الثاني، فبالتالي they are related يعني somehow. فلازم يكون في عملية الجنريشن لهذول الكيز تكون سهلة نسبيا. طيب computationally easy for sender knowing the public key to encrypt the message. الآن إذا هون السندر عارف الـ public key، طبعاً هون إحنا قاعدين نفرض إنه بدنا نحصل confidentiality. الإشي اللي بدنا نحصله اللي هو confidentiality، لأنه بدنا نشفر، السندر بده يشفر باستخدام the public key. فبالتالي لازم يكون أي شخص معاه الـ public key يكون عليه easy somehow computational easy، يعني الموضوع بده ياخذ مثلا seconds يعني او ملي seconds. اكيد يعني مش معقول انه انا عشان اشفر الداتا بدي ساعة مثلا، اكيد يعني اكيد هذا الشيء مرفوض. computationally easy for receiver knowing the private key to decrypt the message. نفس الشيء receiver، يعني المفروض يكون computationally easy بالنسبة له انه يفك التشفير. computationally infeasible for the opponent to determine the private key from the public key. هذا يا جماعة انه الاوبوننت اللي هو طبعا مين، اللي هو الاتاكر او اي شخص يعني بده يحاول يتلاعب في السيستم، يعمل manipulation على السيستم. يعني الpublic key يا جماعة معروف عند الكل ومنشور عند الكل، والانكريبشن algorithm معروف. اذا مجهول بالنسبة للاتاكر هو الprivate key. اذا مفروض من خلال الprivate key الاتاكر عفوا من خلال الpublic key الاتاكر ما يقدر يستطيع الوصول الى الprivate key. computational infeasible for opponent attacker otherwise recover the original message. يعني اكيد انت الاتاكر دائما شو بشوف؟ بشوف المسج المشفره. ما بدنا من خلال المسج المشفره ومن خلال معرفته بالببليك كي انه يقدر يفك تشفير هذه المسج. useful of either key can be used for each role. طبعا يعني هاي ملاحظه مهمه. عاده احنا يا جماعه لما راح نشوف هذا الشيء بالار اس اي، لما نعمل جنريشن للبير of keys private or public، يعني مثلا احنا من generation ل x و y هذول private و public. عادة في ال RSA مثلا لما نعمل generation ل x بيكون واضح انه ال x هو ال public key، مثلا ال x هو ال public key وال y هو ال private key. يعني ما بصير نعكسهم، يعني ما بصير انت تاخذ ال private key اللي هو y وتنشره وتحكي هذا بدي اعتبره هو ال public، لا هذا الحكي ما بصير مثلا في الـ RSA. الانكريبشن الجوريثم والسيكريسي تبع الالجوريثم راح يتاثر بهذا الموضوع. فالان اتس يوزفول حقيقه، يعني لو انت كان تعمل جنريشن للتو كيز هم اكس واي وانت بتختار فيهم مين هو البابليك ومين هو البرايفت، بتخلي البابليك عندك البرايفت عندك والبابليك بتنشره. وهل عندك خيار مثلا بهذا الموضوع انك تغير بينهم؟ مش دائما هذا الشيء موجود، لكنه لو موجود يعني هذا الشيء راح يكون useful. في الـ RSA تحديدا لا، هذا هاي الخاصيه غير موجوده
في الـ RSA اللي احنا راح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل، راح نشوف انه هذه الخاصية غير موجودة. ليش غير موجودة؟ راح نحكي عنها ان شاء الله ونشوف شو يعني public key و private key، وكيف ممكن نعمل generation لـ public keys و private keys في الـ RSA. زي ما انتم شايفين يعني ملخص سريع عن الـ RSA اللي فيه هيلمان ديجيتال سيجنتشر ستاندرد والإليبتيك كيرف، يعني كلها عبارة عن asymmetric encryption algorithms. يعني كل واحد فيه نبذة عنه. زي ما حكينا الموضوع بدأ في 77 اللي فيه هيلمان عادة يستخدم لتوزيع الانكريبشن الجوريثمز، عفوا السيكريت كيز اللي هي مستخدمة في الاسيمتريك انكريبشن الجوريثمز. طيب يعني ما راح أدخل فيها بالتفصيل الممل لأنه راح نحكي عنها إن شاء الله في chapter 21. قبل ما نحكي عن الديجيتال سيجنتشر بدنا نرجع، لأن احنا في مجموعة من السلايدات تركناهم، حكينا خلينا نروح نحكي عن البابليك كي سيستم في البداية، وبعدين نيجي نحكي عن نرجع للمسج اوثنتيكيشن. طيب حكينا عن البلوك اند ستريم سايفرز، حكينا عن هذا الموضوع وتوقفنا عند المسج اوثنتيكيشن، توقفنا عنده وحكينا خلينا نروح اول شيء للاسيمتريك انكريبشن وبعدين نرجع هون. طيب protect المسج اوثنتيكيشن protects against active attacks. طبعا ليش active هون؟ لانه فعليا اليوزر is trying to manipulate الاتاكر is trying to manipulate the data of the user. Verifies received message is authentic. إذن هون إحنا بدنا نتحقق إنه فعلياً إن المسج authentic. إيش يعني authentic؟ إنه فعلياً المسج لم يتم التلاعب بها altered. يا جماعة في مصطلحات يعني كثير تعني نفس الإشي، فبتمنى إنه يعني نكون familiar مع هاي المصطلحات كلياتها. زي إيش مثلاً altered؟ إنه تم تغييرها. Manipulated مثلاً معناته تم التلاعب بها. From authentic source بدنا نضمن إنه المسج فعلياً authentic وفعلياً من المصدر الذي يعني يدعي إنه يعني جاءت منه المعلومات أو الداتا. Timely and an incorrect sequence طبعاً بدنا نضمن إنه الداتا وصلتنا في أو المسج وصلتنا في الوقت المناسب وفي الترتيب المناسب كمان. Can use conventional encryption. اوكي اذا واحدة من اهم وسائل المسج اوثنتيكيشن اللي هي الكونفنشنال انكريبشن. شو يعني كونفنشنال انكريبشن مره ثانيه؟ اللي هو السنجل كي انكريبشن او البرايفت كي انكريبشن سميناه او السيمتريك كي انكريبشن، يعني كلياتها تعني نفس الشيء. طيب كيف الكونفنشنال انكريبشن بيعطيني اوثنتيكيشن فعليا؟ كيف بيعطيني اوثنتيكيشن؟ حكينا اذا في عندي طرفين A و B، حكينا إذا في عندنا طرفين A و B، هاي A وهاي B و they are exchanging data with between each other وفي بينهم shared اللي هو الكي اللي هو K. إذا A بعث داتا مشفرة باستخدام الكي و B استطاعت فعليا أنها تفك التشفير باستخدام الكي كمان، فهي بتعرف فعليا انه مين شفر الداتا هاي. فعليا اللي شفر الداتا هو الشخص اللي معاه الكي، ومين الشخص الوحيد في العالم اللي معاه الكي اللي هو ايه. فبالتالي اكيد 100% هاي المسج اوثنتيك لانها مشفره باستخدام الكي، والكي هو موجود فقط مع مين؟ مع ايه. اذا ممكن نحصل اوثنتيكيشن من خلال الكونفنشنال كي. طيب في عندنا غير الكونفنشنال انكريبشن، في عندنا encryption algorithms أو encryption techniques أخرى خلينا نسميها اللي هو message authentication code اللي هو اللي بنسميه الماك. طبعا not to be confused مع إيش؟ مع الماك اللي موجود بالnetwork layers اللي هو الماك address. يعني ما بدنا نخربط بينهم، إحنا هون بنحكي message authentication code اللي هو الماك algorithm. ماك algorithm. طيب الماك الجوريثم بيحكي لك انه احنا في كثير من المسجز، طبعا تخيل انه انت لو بدك تستخدم الطريقه اللي حكينا عنها هون في هاي السلايد اللي هو الكونفنشنال انكريبشن، شو بدك تعمل؟ بدك تاخذ هاي المسج كامله، هاي المسج كامله وتشفرها. اذا هاي بدك تشفرها هون وتصير المسج هاي كلياتها بالازرق مشفره، انسوا الجزء اللي تحت. فالريسيفر شو بده يعمل؟ بده يفك تشفير هاي المسج كلها.
حتى فعليا يعني يتأكد انه هاي المسج اوثنتيك، جاي من مصدر فعليا موثوق. الآن مش بالضرورة دائما يا جماعة احنا نكون بحاجة التشفير، لاحظوا انه التشفير شو يعني بالضرورة؟ يعني confidentiality، لاحظوا انه انا مش بالضرورة دائما محتاج للconfidentiality، يعني اشفر كل المسج وما يترتب على ذلك من processing power لازمتني لهذه العملية، خصوصا اذا كانت المسج كبيرة، فايل كثير كبير مثلا، ما يترتب عن ذلك من ديلي، مش لازم حقيقة يعني. وزي ما حكيت يعني احنا مثال على هذا الموضوع، انا مش بحاجة فيه لكونفيدنشاليتي لكني بحاجة فيه لانتجريتي واوثنتيكيشن، هو مثال الاخبار. انت لما تقرأ اخبار، الخبر نفسه مش سر، لكن انت بحاجة انك تتوثق فعليا انه الخبر جاي فعليا من المصدر الصحيح، من وكالة الأنباء الصحيحة اللي أنت قاعد تقرأ منها، رويترز، الجزيرة العربية، الرأي اللي هو. وكمان بدك تتأكد إنه يعني الخبر لم يتم التعديل عليه، لم يتم التعديل عليه فعليا، الخبر authentic والديتا not altered. لكن الخبر يا جماعة نفسه ليس سر، ما في عندي confidential، يعني مش بحاجة confidential. طيب شو الحل؟ الحل انه نستخدم اشي اصغر شوي، اللي هو الماك، اللي هو المسج اوثنتيكيشن كود الجوريثم. شو بنسوي فيه؟ بنفوت عليه المسج كاملة وبنعمل عليها بروسيسنج، لكن البروسيسنج هون يا جماعة راح يكون اسرع من الانكريبشن، وراح نفوت كمان ايش؟ كي. هذا الكي كمان يتم عمل يعني شغل عليه باستخدام المسج اوثنتيكيشن كود الجوريثم، وبنتج عندي نتيجه جديده بنسميها الماك. هاي الماك فاليو، الماك فاليو لاحظوا انه الماك فاليو سايز تبعها ايش ماله؟ اصغر من المسج كامله، يعني اصغر من المسج كامله، لاحظوا انه اصغر منها. فانه يعني شو، وكمان ممكن تكون المسج يا جماعه السايز تبعها مختلف، فاريبل يعني متغير، لكن دائما تقريبا الماك يعني فاليو راح يكون لها فيكست سايز. راح نلحق هاي الماك فاليو بالمسج، نعملها اتاش هون ونبعثها معها عند الريسيفر. شو راح يعمل؟ راح يجيب ياخذ المسج هاي نفسها، اوكي، ياخذ المسج نفسها يفوتها على الماك الجوريثم نفس العمليه، ويفوت معها ذا سيم كي. لاحظوا انه هذا الكي اللي هون هيو هو نفسه هذا الكي اللي هون. طبعا كيف عملوا شيرنج للكي سندر وريسيفر، يعني هذا اكيد مره ثانيه this is an assumption انهم they have already shared the key، وسائل شيرنج الكي راح نحكيها ان شاء الله في المحاضرات القادمه. طيب الماك الجوريثم الان شو راح يعطيك؟ راح يعطيك نتيجه الالجوريثم هي الاوتبوت، فراح نقارن بين الشيء اللي وصلنا مع المسج مع الشيء اللي انتجناه احنا كريسيفر. كريسيفر. طيب ورح نعمل بينهم كومبير. الان اذا صار في عندي تطابق بالكومبير، شو النتيجه اللي بوصلها انا هون؟ النتيجه اللي بوصلها اولا انه المسج هي، اولا مسج اوثنتيك. ايش يعني اوثنتيك؟ يعني جاءت من المصدر الذي يعني اثق فيه فعليا، وانا بعرف انه هو المصدر الذي يمتلك هذا الكي، اوكي، وانا بعرف من هو الشخص الوحيد الذي يمتلك هذا الكي. هي واحد. اثنين، بعرف كمان استنتاج ثاني انه المسج was not altered، لم يتم التغيير عليها المسج نفسها، لانه الماك الجوريثم يا جماعه في له تو انبوتس، حتى يعطيني ذا سيم اوتبوت لازم هذول التو انبوتس يكونوا صحيحات، لازم هذول التو انبوتس لازم يكونوا متطابقات حتى، يعني هون التو انبوتس الكي مع المسج، هون كمان الكي مع المسج لازم يكونوا متطابقات حتى يعطيني ذا سيم اوتبوت هون. إذا المسج لم يتم التغيير عليها والكي هو نفسه. إذا لم يحدث تطابق بين هاي وهاي، بين هذول الثنتين، معناته بعرف إنه either the message was altered or the key was a different key. So it's not authentic or the message was altered. ما بعرف بالضبط أي واحدة فيهم. لكن في عندي مشكلة، ممكن إني أعيش بكل بساطة إني يعني أطلب إعادة إرسال الداتا مرة ثانية حتى أتأكد إنه فعلياً أنا قاعد بحكي مع الشخص المنشود، أوكي؟ طيب، في عنا نوع آخر من الكريبتوغرافيك تولز هو السكيور هاش فانكشنز. لاحظوا هون أنا شو حصلت؟ حصلت تو سيرفيسز.
حصلت تو سيرفيسز، الاولى كانت الاوثنتيكيشن، الثانيه اللي هي الانتجريتي. الان بالهاش فانكشن شو بحكي لك؟ بحكي لك انا ما بدي الانبوت للهاش فانكشن شو هو؟ هو فقط المسج، فقط المسج. اذا شو الناقص كانبوت ثاني اللي هو الكي؟ لاحظوا الكي شو كان يعطيني؟ كان يعطيني اوثنتيكيشن. المسج شو كانت تعطيني؟ انتجريتي. اذا بما انه شطبنا الكي، معناته شو السيرفيس اللي خسرناها الان؟ خسرنا السيرفيس اللي هي الاوثنتيكيشن، لكن الانتجريتي ظلت موجوده عندنا. اذا هون في عندي هاش فاليو اللي هي بنسميها الهاش فاليو اتش، اللي هي فيكست لينث كمان هاش اوف ذا مسج. لاحظوا انه هيها هون احنا بنسميها اتش اللي هي الهاش اوف ام المسج، اتش اوف ام الهاش اوف المسج. مرات بنسميها كمان دايجست، يعني اوكي الدايجست اوف المسج. كمان small size أصغر بكثير، مثلا ممكن تكون من المسج، المسج نفسها ممكن يكون variable size تبعها في إلها L bits، يعني كل هاش algorithm له maximum size من المسج ممكن إنه يعمل له هاشين. وبالتالي لما توصل هاي المسج، الهاش هاي بنعملها concatenation مع المسج نفسها، نبعثها للريسيفر، الريسيفر شو بيعمل؟ الريسيفر بيطلع الهاش للمسج اللي وصلته وبيطابق بينها وبين الهاش فاليو اللي موجوده هون. اذا تطابقوا بيعرف انه المسج لم يتم التعديل عليها، لم يتم التعديل عليها. اذا هاي بتعطيني يعني هاشينج، بتعطيني انتجريتي، لكنها ما بتعطيني اوثنتيكيشن، ما بتعطيني اوثنتيكيشن. طيب هل يمكن استخدام الهاش فانكشن والتعديل عليه شوي او الاضافه عليه شوي حيث انه يعطيني authentication؟ نعم 100% يمكن هذا، يمكن هذا الشيء. كيف ممكن هذا الشيء؟ في عندنا ثلاث طرق مختلفه ممكن من خلالها نحصل authentication من خلال الهاش فانكشن. اوكي اذا الهاش فانكشن بوضعيته الطبيعيه بيعطيني integrity فقط، ما بيعطيني authentication. خلينا نشوف كيف ممكن انه الهاش فانكشن يعطيني authentication. يعني هون بس يا جماعة نكون واضحين، يعني المسج هون لما تفوت على الهاش function منفوتها كلها، وفيها بنعرف انه المسج يعني بالنهاية هي data، هي zeros and ones، فكل اللي راح يصير انه راح نطلع، احنا راح نظل نفوت data هاي block block على الهاش function، ونخربط البيتس تبعت كل بلوك من دخله من هاي المسج، وناخذ اجزاء منها ونعمل عليهم اندنج واورنج في كثير من الاحيان، وشيفت وروتيت وما الى ذلك، يعني عباره عن لوجيكال اوبريشنز عاده اللي بتتم، زي ما راح نشوف بالشا 512 اديشن مرات سبتراكشن، يعني اديشن وعمليات حسابيه وعمليات منطقيه يعني بتتم على المسج هون. فبالتالي احنا بالنهايه بنحصل يعني جزء السايز تبعه اصغر من المسج. اوكي طبعا ممكن طبعا المسج تكون نفس السايز تبع الهاش، هذا الشيء يعني لا يمكن منعه. اوكي طبعا كل ما كانت الهاش سايز اكبر بيكون هذا الشيء بيعطيني سكيورتي اكيد افضل. ليش بيعطيني سكيورتي افضل؟ لانه بصير احتمال حدوث الكوليجن قليل. شو يعني كوليجن؟ شو يعني كوليجن؟ الكوليجن هو انه يكون في عندي two messages اوكي الهم the same hash value، اوكي the same hash value. اوكي احنا بنحاول نكبر الهاش value هاي مرات حتى تكون احتمال الكوليجن ضعيف. طيب ليش انا ما بدي يحدث كوليجن؟ ليش ما بدي يحدث كوليجن انه يكون two messages الهم the same hash value؟ لانه فعليا يا جماعه ممكن انه واحدة من المسجات تنبعث، اوكي وانا اقيم هاي المسج الان صح، وابدلها بمسج اخرى، اوكي والريسيفر الان راح يستقبل المسج الثانيه المعدله، اوكي وراح يعمل مطابقه الان، راح يعمل هاشينج للمسج الجديده، اوكي وراح يقارنها بالهاش اللي انبعث عنده. لان اذا طابق التو هاشز للتو مسجز فهو راح يفترض انه المسج لم يتم التعديل عليها، لم يتم التعديل عليها. اوكي لانك ما استوعبت اللي حكيته، يعني بتمنى انك تعيد اخر خلينا نحكي 30 ثانيه من الفيديو حتى فعليا
يعني تستوعب فعليا شو اللي حكيته. اذا الكولاجين احنا ما بدنا كولاجين، عشان هيك يعني افضل انكريبشن هاش فانكشن اللي هو بيكون فيه المينيمم نمبر اوف كولاجينز اكيد، يعني يكون مسجات مختلفه لها ذا سيم هاش فاليو. طيب لا الهاش فانكشن، هل يمكن انه نستخدم الهاش فانكشن فور اوثنتيكيشن؟ هاشينج فانكشنز هل ممكن نستخدمها فور الاوثنتيكيشن؟ لاحظوا انه احنا لما نحكي اوثنتيكيشن عاده يا جماعه هذا يعني انه لازم يكون يعني في عندنا كي. لما يكون في عندنا اوثنتيكيشن لازم يكون عندنا كي. لحد الان احنا بالهاشينج ما عندنا اوثنتيكيشن. كيف ممكن نحصل اوثنتيكيشن؟ لاحظوا انه المسج الان اول طريقه باستخدام الكونفنشنال كي اللي هو السيمتريك كي. المسج راح نفوتها على هاش فانكشن، اذا هون في عندي الهاش فاليو اللي هي كمان زيروز اند وانز، بنفوتها الان على انكريبشن الجوريثم زي الدي اي اس. ولاحظوا انه احنا حكينا السيمتريك انكريبشن الجوريثم ممكن يعطيني ايش؟ ممكن يعطيني اوثنتيكيشن. فالان احنا عملنا انكريبشن، بدل ما نعمل انكريبشن للمسج كامله اللي هو حكينا عمليه كونسيومينج كونسيومز بروسيسنج باور، يعني بدل ما نعمل انكريبشن للمسج كامله قاعدين بنعمل انكريبشن لايش؟ للهاش فقط. والان شو قاعدين بنبعث هون مع المسج؟ ذا انكريبشن اوف ذا هاش اوف ذا مسج، الانكريبشن اوف ذا هاش اوف ذا مسج. اذا شو بنبعث احنا؟ انكريبشن اوف وات اوف ذا هاش لايش؟ لا المسج ام. اوكي قاعد بنبعث الانكريبشن للهاش للمسج ام. اوكي باستخدام ايش؟ هاي فاصله، باستخدام الكي اللي هو كي. اذا الفانكشن الكبير اللي هو الانكريبشن سيمتريك انكريبشن اي اي اس دي اي اس اللي هو نبعث الهاش للمسج مع ايش؟ مع انكريبتد يوزنج الكي. اذا ما مش قاعدين نعمل انكريبشن للمسج كامله، فقط للهاش للمسج. الان الريسيفر شو بده يعمل؟ بده يعمل هاشنج للمسج الانكريبتد هاش البوصلة ايش بده يعمل؟ بده يعمل ديكريبشن اللي فيك تشفيره حتى يحصل الهاش للمسج. فالان شو راح يقارن؟ الهاش اوف ذا مسج اللي هو عمل له جنريشن مع الهاش اوف ذا مسج اللي وصله. اذا تطابقوا بيعرف انه المسج فعليا فيها انتجريتي وبيعرف انه فيها authentication. هل فيها سرية؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه المسج أصلا بعثناها clear text، المسج أصلا بعثناها clear text. إذا ما في عندي confidential، إذا مهم جدا يا جماعة تعرف شو هي services اللي إحنا قاعدين بنحصلها من كل method. طيب نوع آخر يا جماعة من أنواع authentication هو نفس الطريقة اللي فوق، لكن الآن باستخدام public key system. بدل ما نشفر الكي الآن باستخدام كي، راح نشفره باستخدام إيش؟ بي R اللي هو البرايفت كي. واحنا حكينا حتى نحصل حتى نحصل confidentiality لازم نشفر باستخدام البرايفت كي اوف مين؟ سندر ولا ريسيفر؟ فكروا فيها، سندر ولا ريسيفر؟ اكيد ذا برايفت كي اوف ذا سندر، لانه ما حدا بيعرف ذا برايفت كي الا السندر عفوا احنا هون بنحصل يعني اوثنتيكيشن مش كونفيدنشاليتي، احنا هون بنحصل اوثنتيكيشن. فاحنا البرايفت كي هو الوحيد اللي بيعرفه هو فقط السندر، ده بدنا اوثنتيكيشن وليس كونفيدنشاليتي، احنا بدنا اوثنتيكيشن. فبنشفر باستخدام ذا برايفت كي اوف ذا سندر. الان اللي بيقدر يفك التشفير اي حدا معاه البابليك كي ديكريبشن. لاحظوا انه الديكريبشن هون كان الانكريبشن باستخدام لاحظوا انه هون كان الانكريبشن باستخدام الكي والديكريبشن باستخدام الكي، لكن هون الانكريبشن باستخدام البرايفت كي اوف ذا سندر والديكريبشن باستخدام البابليك كي اوف ذا سندر كمان البابليك كي اوف ذا سندر. لكن مين بيقدر يفك التشفير؟ اي حدا. اذا اي حدا بيقدر يتاكد فعليا انه هاي المسج جاي من اليس مثلا، لكن المسج هل هي كونفيدنشال؟ لا طبعا اجين مش كونفيدنشال. طريقة أخيرة اللي هي الاوثنتيكيشن، كيف هاي الثلاث طرق يا جماعة شو هي؟ هي كيف ممكن نحصل اوثنتيكيشن باستخدام الهاشينج.
اوكي one way hash function اوكي using the secret key. طيب الان شو اللي بنعمله هون؟ شو اللي بنعمله؟ رايحين نيجي على المسج اللي هي هاي اوكي المسج اللي بالازرق رايحين نضيف لها two keys k و k ونعمل concatenation لل k مع المسج. لاحظوا انه عملنا concatenation مرتين لل k مع المسج. بعد ما نعمل concatenation لل k مع المسج بنطلع الهاش فاليو، بنطلع الهاش فاليو لمين؟ للمسج مع ال k. هاي ال k اللي هي عباره عن secret value، secret value shared between مين؟ السندر والريسيفر. اذا عندنا الهاش، لاحظوا انه الهاش الان هذا الهاش لمين راح يكون؟ هذا راح يكون الهاش لايش؟ هذا راح يكون الهاش عفوا لايش؟ هذا راح يكون الهاش ل الك concatenated. شو يعني هذول الشحطتين الطوليات معناتهم concatenation. concatenation ايش يعني؟ فقط احنا بنرتبهم مع بعض، الهاش للمسج للك مع المسج مع الك مره ثانيه. اوكي هذول الشحطتين الطوليات معناتهم concatenation، يعني احنا فقط رتبناهم الصقناهم، يعني الصقناهم جنب بعض فقط، الك مع المسج مع الك. اوكي يا جماعه الآن عندنا المسج معها الهاش، ولا ننسى إنه الهاش هو الهاش لهاي الفاليو، وراح نبعثهم. الآن عند الريسيفر، ولاحظوا إنه لما بعثنا ما بعثنا السيكريت فاليوز أكيد، يعني لو بعثناهم كسيكريت فاليوز ككلير تكست أكيد راح ينكشفوا وراح ينعرفوا للريسيفر. فشو الحل؟ شو الحل؟ إنه عند الريسيفر، الريسيفر راح ياخذ الكيز هذول ويضيفهم مرة ثانية للمسج، لأنه هو الوحيد اللي بيعرفهم هو السندر. ويعمل هاشينج لهاي الفاليو ويقارنها مع الفاليو الان اللي وصلته من السندر ويقارن بينهم، اذا تطابقوا فعليا بيكون الهاش اللي وصله هو المسج الهاش لايش؟ للمسج كونكاتينيتد مع الكيز. راح يكون الهاش للمسج كونكاتينيتد مع الكيز. اذا بيعرف فعليا انه السندر اللي بعث هاي المسج هو قام بإلصاق الكيز قبل وبعد المسج وعمل يعني هاشينج، وبالتالي هو كان يعرف الكي هذا السندر. يعني وهيك بنكون فعليا حصلنا اوثنتيكيشن لهذه الانكربشن الكوزمز. طيب من خلال الهاش فانكشن. طيب الان اي هاش فانكشن يا جماعه حتى نقدر نستخدمه في الاوثنتيكيشن لازم تتوافر فيه بعض الشروط، لازم تتوفر فيه بعض الشروط. Can be applied a block of to a block of data of any size. إذا يعني ممكن يكون المسج السايز تبعها variable. فالمفروض إنه الانبوت للهاش function يكون يعني variable كمان of any size. Produces a fixed length output. دائما الoutput اللي هو digest يعني هذا اللي هو هذا عفوا. الدايجست بده يكون فيكس سايز، يعني ممكن يكون السايز تبعه 256 512 1024 مثلا، وراح نشوف انه مثلا الشا 512 السايز تبع الهاش هذا راح يكون 512 بت. الهاش اوف اكس از ريليتيفلي ايزي تو كومبيوت فور اني جيفن اكس. اذا في عندي اكس اللي هي مسج معينه عشان اطلع الهاش لها يعني بده يكون ريليتيفلي ايزي، يعني ما بصير زي ما حكينا انه احنا نقعد مثلا 10 ساعات واحنا بنحاول نطلع الهاش اوف اكس، يعني اكيد هذا الاشي مرفوض. فانا بالنسبه لي كيوزر بده يكون ريليتيفلي ايزي اني اطلع الهاش اوف اكس. طبعا لما نحكي ريليتيفلي ايزي كمان يعني بده يكون بالمقابل صعب على الاتاكر انه يلاقي اكس و يعني او عفوا من الهاش اوف اكس يعرف اكس اللي هو يعني فعليا انه يعمل اسمها one way hash function انه يعمل يروح بالاتجاه المعاكس. اوكي طيب
او يعمل بروت فورس اتاك راح يكون بدنا اياه يكون صعب عليه. طيب الون واي اور البري ايمج ريزيستنت، هاي خاصيه مهمه جدا يا جماعه. شو بتحكي لك؟ كومبيوتيشنالي انفيزبل تو فايند اكس such that الهاش اوف اكس ايكوالز اتش. اذا هاي هي الون واي اور البري ايمج ريزيستنت، لان هي باتجاه واحد. اذا انا اذا بعرف الاكس بقدر اطلع الهاش اوف اكس، لكن ما بدي اذا الاتاكر عرف الهاش اوف اكس انه يقدر يطلع اكس نفسها. اوكي، هاي بتسبب لي مشكله، هاي راح تسبب لي مشكله كبيره. اجين احنا دائما في الهاش فانكشن شو المعروف عندنا؟ معروف عندنا الاكس اللي هي المسج. من المسج شو بنسوي؟ بنطلع الهاش اوف اكس، بنطلع الهاش اوف اكس اللي هو الهاش فاليو. طيب الان ال one way or pre image resistant شو بحكي لك؟ انه اذا كان الاتاكر عارف الهاش اوف اكس هاي، ما بصير يكون عنده القدره انه يطلع اكس، يعني هو بطلت one way صارت two way، وهذا الاشي مرفوض جدا. طيب اذا هاي الخاصيه يا جماعه لم تتوافر، هاي الخاصيه ما كانت موجوده، في عندنا هون اشي راح يفشل، في عندنا هون اشي راح يفشل. فكروا فيها، بتمنى انكم تفكروا فيها، ما هو الذي سوف يفشل هون؟ اوكي، في اشي عندنا راح يفشل هون وراح يسوي لي مشكلة كبيرة. بتمنى انكم تفكروا فيها ونناقشها في محاضرة الديسكشن، في محاضرة الديسكشن بدنا نناقشها. اوكي، فكروا فيها ونناقشها في محاضرة الديسكشن وذكروني فيها، مهم جدا، فكروا فيها للمحاضرة القادمة. طيب خاصية اخرى، second pre-image resistant or weak collision resistant. الآن computationally infeasible to find x لا تساوي y such that ال hash of y يساوي ال hash of x. طيب هاي يا جماعة الخاصية شو بتحكي لك؟ لاحظوا الآن يا جماعة بال conventional key encryption زمان، بال symmetric key، بال cryptography لما كنا نحصل confidentiality، كنا نحاول نعمل بروت فورس اتاك، كان الاتاكر يحاول يعمل بروت فورس اتاك عشان وشو كان يحاول يحصل الاتاكر في البروت فورس اتاك؟ كان يدور على ايش بالضبط؟ على الكي، بظل يفك التشفير باستخدام كيز مختلفة عبين ما يطلع عنده تكست مقروء مفهوم، بيعرف انه فعليا الكي اللي استخدمه في هذيك اللحظة او في هذيك التجربة هو فعليا الكي الصحيح. فبالتالي البروت فورس اتاك في حالة الكريبتوغرافي الانكريبشن الجوريثمز هو الهدف منه الوصول الى ايش؟ الى الكي. طيب الان هون في حالة الهاشنج الهدف يا جماعة ايش؟ انه لو كان في عندي اكس اللي هي مسج اكس، كان في عندي اللي هي الهاش اوف اكس، اوكي، هذول بداية، هذول عندي البداية، أنا بدأت فيهم أصلاً. أوكي، بدأت من X والهاش أوف X، هذول موجودين عندي كأتاكر، أنا كأتاكر موجودين عندي أوريدي. أنا شو وظيفتي الآن كأتاكر؟ بدي أحاول ألاقي كوليجين. شو يعني كوليجين؟ بدي ألاقي مسج Y، مسج أخرى Y غير الـ X، مختلفة عن الـ X، لا تساوي الـ X. لاحظوا إنه الـ Y لا تساوي الـ X. أوكي؟ بحيث انه يكون الهاش لواي مساوي للهاش اوف اكس. في هاي الحاله شو حكينا؟ هاي الحاله اسمها كوليجن. اذا هذا الاتاكر شو قاعد بحاول يعمل؟ بحاول يلاقي كوليجن، بحاول يلاقي مسج اخرى واي لها ذا سيم فاليو اوف الهاش فانكشن اللي هو اكس. اوكي، بس لا ننسى يا جماعه انه هون احنا دائما بدانا من ايش؟ بدانا من اكس، في عندنا اكس، في عندنا مسج اصليه اكس، اوكي؟ والهاش تبعها كمان موجود، وانا شو قاعد بدور على الهاش اوف وبدور على واي الها ذا سيم هاش فاليو از اكس، لكن البدايه كانت من اكس والهاش اوف اكس، اوكي؟ الان اذا هاي الخاصيه فشلت يا جماعه في واحد او ثنتين من اللي هون كمان راح يفشلوا. إذا هاي الخاصية كانت غير موجودة، إذا هاي الخاصية كمان غير موجودة، أوكي، هذا يعني إنه في عنا إشي هون رايح يفشل. فكروا فيها، شو هو اللي راح يفشل؟ وراح نناقشه في محاضرة الديسكشن، ضروري جدا إنكم تحضروا الديسكشن. طيب
الخاصية الأخيرة اللي هي الآن هاي اسمها second pre-image resistant or weak collagen resistant. الخاصية الثانية اسمها collagen resistant or strong collagen resistance. أوكي، شو تعني هاي الخاصية؟ هون في الخاصية الأولى هاي اللي second pre-image كنا نبدأ إجماع من message x والhash of x، message x والhash of x إذا كان في عندنا مسج أصلية. هون لا، أنا ما عندي X، أنا بحكي لك computationally infeasible to find any pair X Y such that the hash of X يساوي the hash of Y. إذا هون بحكي لك لاقي أي two messages بينهم collagen، أي two messages X و Y. أوكي، هون بدأنا من مسج معين، يعني مثلا ممكن واحد بعث للبنك مسج please transfer meet JD to account الفلاني أو please start the attack message مثلا please start the attack إذا احنا في حالة حرب، وفي عنا hash of x انت بتدور على y message مختلفة لها the same hash as please start the attack please start the attack. okay، بتدور على message أخرى. and هون strong collagen resistant بحكي لك لا computationally infeasible، لا يمكن computationally، صعب جدا على الاتاكر انه يلاقي two messages any two messages. اذا هون ما في عندنا please start the attack، اي مسج واي مسج x واي مسج y infeasible، غير ممكن انك تلاقي two messages لهم the same hash value the same hash value. اذا بدنا نميز بين هاي وهاي. اوكي، وطبعا يعني وجود هاي اكيد راح يعني وجود هاي خاصية، وجود هاي الخاصية يعني إنه ال hash function عندك is really strong is really strong because you cannot find يعني random any random two messages that have the same hash value. okay، طيب يعني هاي نقطة كويسة إنه نوقف عندها. إن شاء الله إن شاء الله المحاضرة القادمة يعني منناقش في الديسكشن منناقش ما هي الخصائص اللي راح تفشل حقيقة لو ما توفرت، ما هي التكنيكس اللي هون راح تفشل لو ما توفرت عنا هاي الخصائص الموجودة هون. بتمنى منكم يا جماعة انكم تدرسوا الهاش فانكشن كويس وتدرسوا بقية الأمور اللي حكينا عنها في هذه المحاضرة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنخلص باقي الأمور المتبقية عنا إن شاء الله بسرعة ومنكمل في chapter 20 إن شاء الله. طيب، يعطيكم العافية ونراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.